علاء. عسلامة ومرحبا بكم. كان تحلوا تيك توك ولا يوتيوب وتحبوا وتكتبوا اسم السيد هذا اللي باش نحكيوا عليه ليلة، تلقاوها ديما في التوندونس، خاطر حاجة عظيمة ونجموا زادا نقولوا اللي الراجل هذايا الكونترول العالم أجمع. وهذايا حكاية لاغي فينك. نمشيوا مع بعضنا لكاليفورنيا، تحديدا لوس أنجلوس. في 2 نوفمبر عام 1952 لاري فينك يجي للدنيا وباش يجيب معاه شونجمون كبير في العالم نتاع الفينانس. قرا في لونيفرسيتي نتاع كاليفورنيا، خذ الدبلوم نتاعو من غاديكا، وعام 1976 يبدا في الكارير نتاعو في فيرست بوستون اللي هي بنك نتاع انفستيسمون موجوده في قلب نيويورك. ماهو ستيل نتاع الخدامه اللي استنى شهريته اخر الشهر، مي داخل بقوه وديريكت خذ البارتي نتاع النيغوسياسيون. دونك اي كونتراتو نتاع النيغوسياسيون لازم يتعدى عليه هو. بسيسه يلقى روحو شيف دو ديبارتمون والبارتي ولاهي بالبارتي نتاع الجيستيون اللي في فيرست بنك. هو اللي لاهي بها وحده ومع حتى حد، تحته ايكيب كامله وشبدة معناتها فورسيمون يعلم فيهم بسيسه حتى لين هو زاد باش ياخذ ديجا ليكسبيريونس من عندهم هما. من بعد بشويه وقت لاغي فينك يصنع ديبارتمون نتاع لي كونترا اترم لي اوبسيون فينونسيير، ويختار سورتو السيكتور نتاع ليموبيليي. يلقى روحه في بوست نتاع ديريكتور، وفي السنين اللي قعد فيهم هو في البوست هذاك، فيرست بوستون اول مره تعمل بينيفيس مليار نت، ولا نهار وقت اللي هو لاهي بالحكايه هذيا فماش حتى نهار طاحت منه كل مليار هذاك. ليكسبيريونس اللي حاجته بها حتى في جيبو، عنده لي كونتاكت، عنده لي كونيسونس، وملي هو صغير يحب يعمل الشركه نتاعو هو. وهذاك شنو عمل عام 1988 وين باش ياسس شركته اسمها بلاك روك، شركه فيها 16000 خدام كوتي في البورس. هي شركه تاخذ الفلوس من عند البنوك، من عند لي زاسيورونس، ومن عند الشركات الكبار، وبالفلوس هذوكم تعمل ديزانفستيسمون في المارشي فينانسي. عام 2000 باش يكون العام اللي بلاك روك باش تضرب فيه على الاخر، باش تعمل لي شيفر دافير انورم اللي هي بقيمه 9 بليار داكتيف. ومن جرار الشيفر هذاك لاغي ولات عنده انفلونس و بويسونس قويه برشا، ومع هذا الكل هو الكونسيي فينانسي نتاع رؤساء الكبار الكل، كيما رئيس امريكا، رئيس روسيا وفرنسا وبرشا بلدان اخرين. في حياته عطاوه برشا دي زونور ودي ميداي. عام 2014 ميداي دور دو كونغريشنال اوورد، عام 2016 تيتر نتاع لا بيرسوناليتي دو لاني دو فينانشال تايمز. كي نقول لكم يديريج لو موند راهو ماهوش هو يتحكم فيه الحقيقه معناتها، مي ليه بالشركات الكبار، وكان نهار تصير غلطه الشركات الكبار الكلها تطيح. توفى حكايتنا نتاع اليوم ونقول لكم سور سو.